بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن ما الحجامة، ماذا تعالج. تعالج الحجامة كثير من الأمراض، ومنها تخليص الدم من السموم الناتجة عن الاضطرابات المختلفة للأعضاء الجسم الداخلية. لذلك تقوم الحجامة بعلاج أمراض الدم وأمراض كثيرة مثل العقم، وتجدد نشاط الجسم وتحرض مراكز الطاقة، كما تعالج أمراض الجهاز الهضمي وأمراض الأوعية الدموية والكبد وبعض الأمراض العصبية. والحجامة تحسن تدفق الدم عبر الدماغ، والله أعلم.